من فترة صار حريق بمسرح دوار الشمس، هيدا الأمر تسبب بأنه تسكر، تسبب بأنه في مدفوعات مادية كبيرة لإعادة تأهيل هيدا المسرح يلي هو ضرورة أنه يبقى بالبلد، ضرورة أنه يستمر، ضرورة أنه نرجع نشوف الأشخاص واقفين مستمرين وعم بيعملوا عروضاتهم. ولدعم مسرح دوار الشمس، ستاند أب كوميدي رح يقدموا ليلة يولعوا فيها الجو، فينا نقول هيك؟ ما بقى هلا بنسأل تبعون المسرح. نور حجار، صباح الخير، أهلا وسهلا فيك. كيفك؟ أهلا وسهلا نور. يعني اليوم أنتو كشباب حطيتوا إيدينكم بإيدين بعض وقررتوا أنكم تعملوا ليلة لدعم هيدا المسرح، أول شيء من أي منطلق؟ لأنه للأسف يعني بالوضع البلد المسارح كلها صايرة مهددة بالانقراض. مزبوط. لأنه بطل في محلات ثقافية، فكمان أنه يصير شيء مثل هيك ظرف اللي صار مع خارج عن إرادة حدا، يعني خارج عن إرادة حدا أكيد، والظروف المادية والأزمة يعني بتأثر. فقلنا طالما قادرين نحن وعم نعمل هلأ كتير عروضات بالصيف وفي ناس كتير وفي إقبال كتير، فقلنا هات نعمل شو زيادة دعم لمسرح دوار الشمس. هنا أوريدي عملوا عرضين ليساعدوا بأنه يخففوا الأعباء المادية اللي يرجع يقلع المسرح، لأنه هو ولع من فوق بس قدروا يشيلوا الشحبار والقصص يعني. عملوا عرضين لصفحة 7، هي مسرحية لعصام بو خالد، عرضت ليلتين كانت كدعم للمسرح، ونحن كمان حنعمل ليلة ب 25 هي دعم كمان للمسرح ب 25 آب هيدا الشهر. صحيح، لدعم هيدا المسرح. أنا ونيكولاتو، أنا نور حجار. أتخيل بعد ساعة مين هيدا لهيك عم يحكي؟ حتى تقول اسمي تحت لا يعرفه. ايه حتى اكيد. لا اول شيء من خبير دلافين او شيء. لا استنى بكمين. فانا ونيكولاتو وسام كمال وشكر ابو عبد الله حنكون عم نقدم سهره من ساعه ساعه ونص. اوكي نور، عم بحس بالفتره الماضيه خاصه إلا تقريبا أكثر من سنة القصة، الناس كتير عندها شغف إنه تروح تحضر الستاند أب كوميدي، هذا الشيء ما كان قبل. أما هي لكن ما بلش الكوميدي كلب أكثر أوكورد من 5 سنين. صح، بلش صغير، كنا بمحلات صغيرة يعني 80 شخص وهيك، وهلا عم تكبر كتير الأمور يعني المومنتم عم يعلى كتير، عم نعمل محلات كتير كبيرة. كلنا عالية الكوميدي، سقفت الكوميدي أكثر ستاند أب كان. يعني كانت فترة موجودة بعدين خفت شوي لأنه صار بس على التيفي المغطى يعني برامج ساخرة أو سكتشات، بعدين هلأ قلع اللايف. صحيح. من جديد مع صحيح. المسرحيات وهيك وميحة يعني كانت صعبة أول شيء أكيد لأنه عم تبلش نيو سين ناس تتعود عليه. صح. كان 70 شخص بتطلع فيك مين أنت وليه أنا هون وليه عم بتحك لك، ويعني لأنه ما كان في فكرة أنه كانت غير ما هيدا العمورية غريبة، تعال نروح نشوف حدا جديد ما بعرفه. أوكي. كان دايما فكرة من زمان أنه تروحوا على محلات ناس مشهورة أوريدي. صحيح. هذا ضحكنا على التيفي بروح بحضره. صحيح. بس هي أول فترة كانت هيك هيك في نظرات غريبة يعني. تأقلمتوا انتم مع النظرات الغريبة. لأنه اكيد صعب لأنه ما معود، بعتقد الجمهور اللبناني كان يروح على كتير انه حدا ما بيعرف. مزبوط. بس it was nice كمان لأنه حلو تكتشفي حدا ما بتعرفي يعني. طب نور، لما تطلع على المسرح بأول فترة اكيد يعني هلأ تغير الوضع، بس لما كنت تخاف انه انت ما تعمل الامباكت اللي لازم تعمله او انه ما الناس ما تعمل رياكشن مع ما تضحك؟ اكيد دايما هذه، بس هذه دايما يعني ما في لحتى لليوم. اي اكيد انه ما في ليله، انه كل ليله هي مسؤوليه. أوكي. انه فيها ال 200 300 شخص جايين الليله بدهم المسؤوليه انت ليلتهم يعني. أوكي. كل مشاكلهم بالبيت يعني احس ما تشوفيها بالعيون يعني. في ناس بيجوا مع نهارهم، في ناس بتعرفي خلص بيفصلوا يعني، في ناس بيجوا مع نهارهم وانت مجبور تفصل لهم نهار. منيحه هيدي. فايه بس اتس نايس لما تقدر تعملي هالإفكت، اتس نايس لما تشوفيها على الجو. بيتغيروا المواضيع بالزمان والمكان وال... اكيد. يعني كنت انا قبل انه لما كانت الازمه والثوره وهيك انه بالمواضيع اليومي. أوكي. انا دائما بجرب انه بنوع مواضيعي غطي
كولكشن من كل شيء بتمرق فيه باليوميات من أوكي. اجتماعي عائلي سياسي أوكي. فلسفي وات ايفر. في ناس بتعتمد على ستايل معين يعني في عبثة او ابسورد يعني مثل أوكي. شاكر كتير ابسورد. انا اوقات بحب بروح بهالقصة الابسورد بس مش كل الست اللي بعمله أوكي. فكله فيه كتير انواع في كتير كوميديا في كتير كل حدا عنده ستايل طبعا. ما هو هيدا الحلو لانه لما بتكونوا كلكم تشبهوا بعض الناس بتمل فهيدا التغيير هو تنوع الحلو يعني. صح في مواضيع العالم بتحس انها بتنبسط تسمع اكثر او 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 هي بتضحكها او بتسليها اكثر من ليك كثير حلو. نحن عندنا فيديوز على فكره لنور انا ما سالت اوكي فيديو شو عن ستاند اب ايه بالكواليس مين اكل بيتي فور سوري في بيتي فور كثير بالكواليس منيح قلت لنا اوكي عم حمس العالم يجوا يعملوا انترفيو اوكي فال السؤال كان انه على المواضيع المواضيع انه اكيد يعني كل كوميديان تلعبيها سيف بدك تطلع اول شيء تقولها بشيء اجتماعي كل العالم تمرق فيه من اليوميات أوكي. بعدين بتنتقل للامور اللي بتخصك اكثر او المواضيع اللي عن جد على بالك تدقلي حدا فيها أوكي. فهونك بتسلاقي كتير يعني لانه بتتحس العالم انه اكيد بدك تحكي عن الواقع السياسي والاجتماعي أوكي. لانه هونك بتصيب اكثر شو الناس عن جد عم تفكر هيدا هي انا بنحب نحن حتى بال طيب هلا في انا وانت اعتبرني انا جمهور او شو ما بقطع انه انا الجمهور انت هلا جمهور ايه؟ ما في شيء تمرق لنا ها هيك مره ايه شفت كيف لا ما بعرف حياتي كثير صعبه هلا ما بعرف انا دائما بستوهم شو عم بصير معي هلا طب مثلا وعينا الصبح كنت عتلينها الارم كذا حطيت 13 الارم بس وهيدا انجاز بعتبره هلا انا ومرتي متخانقه على الموضوع على الساعه بتعرفي شو ساعتك 24 ساعه ولا 12 ساعه يعني بعد ال 12 وحده شو بتصير 13 14 ولا وحده لا وحده انا بحط 13 14 ل 24 ومرتي بتضايق من الموضوع لانه ما بتعرف بالضبط امتى 18 او 19 انا اللي ما معودين ما بيعرفوا بس انا بخبره انه ماني ما بحبها هيك اني عسكري انا بحطها هيك لانه في مره كلنا مرقنا فيها كان عندنا موعد على السبعة وحطينا الارم على السبعة الصبح بس كنا حاطين الارم للسبعة بالليل وانتهت حياتنا من وقت وخراب ودمار واشغال راحت فمن ورا هالشيء بكرمل هيك تكون سيف حط ومنحط 13 ألارم مثلا هلا حطيت 8 الصبح ما حطيت 19 بالغلط وما اجى على هالانترفيو مثلا لا كانت كارثة مين كان حيجي محلي لا ما لا كانت كارثة كانت كارثة قد ايه انت حتغطي الموضوع كنت انا رح احكي لحالي عن جد بيهون عليك هيدا الشيء لا ابدا انا مبسوط اني هون ونحن هيدا شو الظرف هيدي هلا قبل ما انت تفوت على الاستوديو كان في عندي ضيوف واعطونا دعوة على المعرض تبعهم اوكي فين نروح انت منك جايب لنا دعوة على ال بلا اكيد انتم مدعوين عاد بس انا ما عندنا كارت لهالامور سوري يعني هلا بجيب لك اكيد بدي اسال انه اذا الناس بدها تحجز كرمال 25 هل في نقاط حجز او بدها تروح على المسرح؟ لا الحجز دائما على التليفون اوكي والدفع على الباب يعني بيوصلوا وبيدفعوا ما في نقاط كم شخص بيقدر يساع المسرح؟ تقريبا 300 وشي 307 اوكي يعني هيك بعتقد ولهلا الحمد لله يعني كثير منيح الاقبال اوكي ما بعرف عم نعمل هالانترفيو ما هي مبينة اكيد عم تتساءل لا بعرف عن جد تعوا بليز عم نموت هل معقول يكون في ليله تانية ايضا اذا كان عن جد حجز حنشوف اذا بقالوا لنا نعمل ليله تانية مع الكوميديز بدنا نشوف اذا يمكن نغير ترتيب الكوميديز ليكون في تنوع اكثر اوكي يمكن ما انا اكون يمكن حدا تاني يكون طب نور بالليل كوميديانز ونكته وخبريه وضحكه بس بالنهار كيف هيك انا بالنهار شخصيا بشتغل كمان بال يا تي في يا برودكشن انه بكتب كمان انا أوكي. بكتب بالنهار سكريبتس ولا برودكشن هاوسز فبعد يعني بكل الاحوال بالمجال ضلني مش بعيد عن الموضوع كوميدي لا صار لي فتره هيك مكمل فيها يعني اوكي نور شكرا كثير لوجودك معنا وتحيه لكل الشباب اللي رح يكونوا كمان تحيه للشباب ب 25 فاذا بنذكر الناس ليله 25 على مسرح دوار الشمس رح تكونوا مع اهضم شباب مع يعني والضحكه ما رح تفرق وشكم تكونوا اكيدين يعني ونور اصلا اذا واعي من النوم واصل هيك ففيكم تتخيلوا بعد ما يكونوا مرقوا 12 ساعه لنبلش ب 12 الثانيين رح تكون الاجواء كثير حلوه شكرا كثير لحضورك معنا وبالتوفيق لكم واهم شيء انه
انه الفكره منها دعم مسرح دوار الشمس. ضروري ضروري كثير قد ما فيها العالم تدعم تكون موجوده وتدعم هيدا المسرح. شكرا، بتمنى لك نهار حلو. اهلا وسهلا.